بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تبارك أو سورة الملك من السور اللي ينبغي للمسلم أن يكون ليه اهتمام خاص بهذه السورة. ليه؟ لسببين. أول حاجة، سورة تبارك تمنع من عذاب القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وصححه الذهبي: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. والسبب الثاني إن هي بتشفع للعبد يوم القيامة. للحديث الصحيح وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، هي سورة تبارك. علشان كده المسلم يفضل إنه يقرأها، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يقرأها قبل أن ينام، كان يقرأ سورة تبارك قبل أن ينام. فده يدعونا إن إحنا نقرأها كتير، وإن إحنا نفهم معناها كويس، وإن إحنا نتدبرها ونعمل بما فيها حتى نحوز هذا الفضل العظيم. تمنع من عذاب القبر وتشفع لك يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.